الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتاب جاني الحديث الأربعون الماء الأربعون النووية حديث جي أفراد أين كتشرني وحين مريني مركا يبدا ما دان صدح فرتنا ما أفر بلود ما بغري الله باتن habeen in loo soo diray maragu ku afuubay ruuxdi la nafaray maraga afar kalmadood inuu qoro risqiisa iyo ajishisa wa amalihi ka sadexaad uu qoray loo oranay qorna waxa weey amalkiisi inuu marga qofgaasi amal wanaagsan oo ilaahay ila nagaashiisa iyo jannadiisa mar gaarsiinayo uu qaban doono inuu amal xun ومركا إلهي على ذي سينار ذا قارسين يو نقر يو قرع يا لورا يا كان مركا سو قرع يا وحل غي يا با إنو قفي لحظو دي حديب اللي قرع وحو ناكسن يو وحو كان سمين دونو چنن يا نار كان قرد دون حرائي قسي قرن دهي إن وحا هورا اللي يوسي قريه هدنا سمين دي هذا اللي يوعق وميان الظلم أهين إلهي وما ربك بالظلام للعبيد إلهي ما هادو مدى من الظلم أهين وحين الله نهي أنا مدى أهل السنة والجماعة وحي قبان قفك إلا قبان أيو لأن قفك حرية دور شأي لسي لبادي ودى أيها لوك العدي وحي أنفعي يوحي نبي بوالة تسي وحي وناكسنا عمل كي وناكسنا يا عمل كي حمابا لبدا بوال لو عدي إساقا أيان ليلي كالدورة هدا تار رعيسي هدا تار رعيسي هدي أمركا دي إساقو دورتو وحي حما عمل كي حما يا عربتي سيئي هلكو كدبين يا هلكو قليو لو شاقي دي الله ما ظلمين هدو عمل كي وناكسنا يا اللوغا ماشا أمركا إساقو لو كدبين يا چانيا نارو سبايانا دي وحاوي يا isagana de looma sabayn in markaas wax dheeray amalkiisi ayuu ma markaa isagana lagu abaaliyay wana arina gaib iyo hoode inaga qarsoonay qofku inuu dadaalo un baa looga baahiyay wa shaqiy aw sa'id waxa kharo loo oranaya qor wa shaq wa shaqiy huwa inu shaqiy yahay hoogay oo helnaara aw sa'id aw sa'id inu yahay mid liibanay oo helu jannaa إلهي جنة أيو أبوري أهل با إلهي أبوري جنة دا نارنا إلهي أبوري أهل إيه داد بانو سبيين كوانا سعادة ليلة كوانا أشقية ليلة هدا سيدا سامرقا قولوا لبن عمل كادي يشق دي أي كو قبر إيسا وانا مدكا سوان نتيجة دا عمل كاو قفق دور سمين أيو دوران أيو خيار كأولي يهي عيد أوجوان الله هين متشرو إنه قفقر الشق النقض دونه إيه إنه النقض دونه سعيد النقض دونه مركي هلق مركي مريس يعرف والله الذي لا إله غيره هذا اللي كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما الحديث غير كود باري ومدرج وهذا اللي كان ابن مسعود باري وهذا هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دمج لي هذا اللي كان النبي كنت أسوقه لكن هذا هو ابن مسعود باري لكن أصل هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يهين فوالله الذي لا إله غيره وحن قدرت إلها اللحق لبو عبدو غير كيانو تشرينين إن أحدكم مدكين لا يعمل وحكو عمل فريا بعمل أهل الجنة عمل أهل الجنة أيو الصمين يا واتكري وواسومي وواحجني وواصدق ذي سري وحيا لبضاً وعمل الذي ونكسرايا مركا خير كاهي جنة اللي وقريي أيو سمين أيها ساسو وضي حتى ما يكون إلا أوان أهان بينه إساقية وبينها كانت الإحدى دي إلا ذراع دون المويان معنى ذراع هو تقريبون دمشدي سيا قاردي سمركي كهدان تهي وحير إلا أحد بقفق وحي وكل انتهم بو أما شار ناركم مدري أما شنكم مدن أيها يالك أخواتيم تهي marka ay isagii jannadii ay u dhaxayso dhudhun wax qadarkii macnaha de nabdo laga qaado inay hadan tahay
فيسبق عليه الكتاب وحاوسو دقدقي أما وحاوسو هرمري أما فيغلب وحا كغالب نقري الكتاب عليك رسال الكتاب مضمون الكتاب وحي لو قري شو مركي هراء شقاوة أيو قري دو إنو شقي يحيي ميدهو قيه لنار إنو يحيي باو قري هل كامركو مري أم إسمرين يأيو فيعمل بعمل أهل النار عمل أهل النار بو سبعين أيام فيدخلها سيداسو مركا نارتي كوغليا جريدا نارتنا لمن بين قريسا يو دي دخول مؤبدة جريد ولي يبا وكوشريو دي هدو رداء يقال لما كلين تو إيا شركة هدو كلين تو وحاوية دي سي مؤبدة بوكوشريا أما فيدخولها سي مؤقدة بوكوشريا يو هدي وحنو سي معاسي يبدع يوحنا يهين دي سيكو ملقان أبو قليا يومرك الدنبيدي سلقا صوت شرو أيان ناو خد ميريا شرد لأنه قف قلبي جيسا مثقال ذرة من إيمان لأي كتبت النار لقو وارين مايو حتى هدي لقليو دنوبتي سلقا صوت شرو داد با أيوغو الحلوبين لقا صوت ساريا مرك دنوبتو دي لقا صوت شرو مرك فيدخولو هاو قليا مرك النار هدو عمل كان هلو نار كو سمييي دي أي تهي قال نمي شركي هديتو كل انتو سي مؤبدا من نار تي أما فيدخلها سكو ملقان أبو قليا هذا عمل كانوا سمي عمل قال لما يشركي قارسي سرعان وحيني عمل سكو معاسي ويهي وإن أحدكم مدكين ليعملوا وحكو شقين يو عمل فريا بعمل أهل النار عمل كأهل النار كأيو سمين يعني عبادي سن مايو ومعاسي من هكذا جوجين مايو وواجباتكو كتغية ومحرماتكو سوينية وحاسو اسكاد حق هذا يا يو اسكاد حق دبالان يا حتى ما يكون إلا نوحانين بينه ويساقد عزي وبينها يعني نارتي دحدو ده إلا ذراع لدن موياني لدن مركي وقهدام ده بمعنى قيردي سياجيش سوحي ركانيين فيسلو عليه الكتاب كتاب كي الله قري أهرم مركا سعادة الليبان يا أهل الجنة الله قري أي أهرم مريا موسى دكتي أما غارب قريا فيعمل بعمل أهل الجنة عمل أهل الجنة أيو سبعين يا فيدخلها دبيت رسداس أيو الجنة دي وكجريا إن وحد ما هل كان سوي دين له إنه قوي رهضو دي سيري عدالة دي قرصور ماها إنو قفقو مرقى عمل وناكسن ولقيب السبايو حد راد بشدي سكوهر ونقدر كوروصو مروه لنار نقضو وحوهي دي ووي مرخاس ووي أدكتهاي إن ومرخاس أهل نار يسو وحا وناكسو سبايني كان يساق قرنني isagu xumaanta soo sameeyay ee toobad keenay ee wuxuu dhan ka haray ee Ilaahay u noqday isagu ka garanay laakiin wax waligaa kan wanaag soo sameeyay ee markay wax yar uu geeridiisi uga hadhay yihiin yaani kitaabkii markaas loo rogay ee saa amar uu naar ku sameeyay uu naar ku noqday taas cadaalad ma hamiyan loo dhan kareynin waxay leeyahay arinta waxa xoojinaya ama inoo fasiraya ama iskaal ka faaideeyay xadiid kale أو صحيحة أو أي مفر بدنك السنة هذا إمام مسلم رجع وريه بخاري ورينا يو أي مفر بدنا يورينا يان حديث ياسي وحول الله يحيي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة وحوي وحديث قال لبدي سوم بقيب كلام بركة أنا هل كن كتيرين بخصوص صدرية فيما يبدو للناس وفيما يبدو للناس مدكين وحول قبلا يا عمل كأهل الجنة ذا لكن وفيما يبدو للناس وصدقهم مقطون qofkan qalbigiisa waxa ku jira Yeesuska iyo xumaanta iyo qudunka ku jira idin ma ogidin laakiin dushan iyo dhahirkiisa waxa idin ka muuqda warkaysan bi'amali ahl janna ilu qabariyo wayna hadakum la yaamalu bi'amali ahl nar fima yabdu lin nas midkeen wuxuu qabalaya amalka ahl nar ka sa dadka u muuqata qofkii isagoo xumaan marka sabaynaya ayaa hadana qalbigiisa u wareegsan yahay oo laga yaba ka marka إن وراك السمينين وكي قلبي وراك سيحي لأنه واحد أركيسا لبا عمل أو آذو فضد أو اسكمدا
oo midna janna lagu galay midna naar lagu galay bal hadaw fiirso haweenay waliba dubarka xunxun ee jirkooda ka garacsan jiray ayaa waxay ku gashay jannada ay waraabisay ay waraabisay oo intee ee onkiisa aragtay ceel ku dhaadacday bay u soo dhaamisay way waraabisay jannay ku gashay بينما وحينا حينا دخلت امرأة النار في هرة روح دبرها أيضا النار تبسطك قشي حبستها وحدا يحدا وحما يسينين من يسين دينين مركاها يسكى سوى قرابته تاسيرا تاسي نار تكو قشي تنا تنا مركاها چندا أي كو قشي مركا قفقن لغي أبو مركاز دينو حمان دا سمين أيو هذا قلبي سوح الله جيابا إن مركا وينين إلهي يوحى على رب ذري أي كشران تاسو مركا واجبين أي سمركا ينو هذا ويسرقو إلهي ودم دافع شنا ضو كقلو قلبي سوح كشران هل كان الله جيابو ده كان مركا يسوين مركا وحسب ولا قصة ماينية لكن هذا ناي شرتو إنه فضي تري وامر تي إلهي مخلوق يسيا ودي بيو ومركا سدا ودي على ذي هيكون مضريو ناركم مضريو وحبتشنا حديث قال أي سجنا وإمام ابن ماجه ومرين أيو شيخ الباني لو تصحين أيو حديث جاسي وحط المامية إنه النبي صلى الله عليه وسلم تلمامي دادو مدي سكم ذا وأعمال ووين لا إمرية أبور أكرأ هدنا فيجعلها هباء إلى هاي بور لأفوفي بكيالي أعماشو ذا بور لأفوفي أيو كيالي إلى هاي نقبل بندقو وهلا ودي وحلي يا رسول الله بن نصفة يوكوا نوشيك وعيلي أما إنهم أيوه إخوانه هو أولا الذين هرقي الناس إيا مركا دي إذنك أي مركا إذنك مديهين سيدا هبين كي مركا أتاجو ذيسان وعباد ذيسان إيسان أي عبادة سنيا ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وإنت أيدتك لحجوغاني هذه محارمت إلهي يوحى إلهي كحاراً تنبيه هذه فرصة يا شانس أهلاً ميلاً إذنك أركين هذه مركة محارمت إلهي يوحى إلهي كحاراً تنبيه أي مركة كيران أقول له مرين مايان معنى وادد يستوصه وادد كوريس كالسيا لكن مركي قار نقضان وحالي يالي وحي إلهي حالان تمي وحي كدو سليان مجرتو مركان يالي فيما يبدو للناس قفقاً مركان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وفيما يبدو للناس وسادتكم موقتا وهو نكسبه كسويه يبال إسليه لكن قلبي جيسي أيام مركا حمام وربدر أي كجرتا رياء يسوس با كجرتا خبض طوية أي كجرتا نفاق با مركا قلبي يسي كجرا خاصة مركا هدو تيسكره أيام وإن أحدهم ليعمل بعمله النار فيما يبدو للناس سيددك أموقتا عمله النار مصابين أيام يسونا إلا دينتا دراعا سوها ديمو مركا كتابك أيوه رمريو فيعمل بعمل أهل الجنة سياسو مركا جنة دي كجل أيام ان حديث جن وحيا رب ربضان او فوائد ابو لي هي اينو كفايد يسرينو اينو كقادرينو ومد كوباد ادوارتا يا دوررك امري بني ادميغو ابوركيسو وعروشه هيدي كمريو ايو حديث من وعدينيا وحنوت الماما يا سد حذاء دور وحنوت الماما يا إن نبدأ لجوع فوق يا بقول يلا باتن مركو قالوا هل كان إنسان يا بني آدم يكون قن يوم ده واحد بدل أحكام دي بني آدم يقول حارة ويا لنا يوم هذا واحد حديث جنين وحنوت الماما يا إنه بني آدم يقول بلا وجا أبور كيسة وبقول يلا باتن كمال مود صدح ذا دور مري أفرتن ونقرن أيوه عنوف أفرتن يكون على علاقة نقرن أيوه أفرتن يكون حجارة مضغة نقرن أيوه أنت كذبنا ملك الله صادر أيوه هل قال الله أرهمود أيها كتشرة
مدوياني وحجر أحاديث كره والنبي صلى الله عليه وسلم كسبناتي وأرنتا كدوان حديثة بديو ديما مسلم باورين إياه حديثة وحا كمدا حديثة النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة من سيد بالك ورين إياه إذا مر بالنطفة 42 ليلة نطفة يعني رفضة سمركة يصومرتو أفرتن لبايا أفرتن هبين بعث الله ملكا ملك با إله يدري هذا هو اللبايا أفرتن ملكا مريسي فصورها مرقسو صورين ايا وخلق سمعها مرقسو ابورك مقل كادي ابوريا وبصرها رقادي وجلدها رقادي واللحم هيلب كادي وعظمها يلب ديدي ثم قال ربي اذكر ام انثى ربي يوم اللبا مسوى ندي وحديث سوى اللبا يعفرطن ايوت المام ايا حديث قال المسلم لا يدخل الملك على النطفه ملك وحو قال يا نطفة يعني نفدا بعدما تستقر في الرحم بأربعين أفرت المركي المقالين كقصوا أنت أي يا ملك قاسي وقال يا أو بخمسة وأربعين أمشان يا أفرت هبين فيقول يا ربي الشقي أم سعيد فيكتبان الشقي أم سعيد مكا سأل قرية حديث قال يا مسلم إن نطفة تقع في الرحم بأربعين الليلة نطفة وحي كل عيسى رحم قال المقالين يعني أو يكسوا لالسا أفرت برخسان ملك وقال يا يورين يا ربي يو ما ذكر بام سوى الله يعني يا حديثة سيوحي تلمام يسا إن أدوارتن ورمي أي شن يا أفرتن أما اللبي يا أفرتن أما أفرتن كهو رأي كل ما ريان وانا السيدة أي تلمام يان يعني أطبضو أما علمي يطبق يعصب واسيدة أي تلمام يان لح أسبوع مركي دمادان أفرتن أما الله بي أفرتن إنه مركا أدوارتها صورنا يلمه وضا مريو وحتى حلقا ودنهيسي وحتى هدين لقود قيسي أد مقليسو ودنهيسي قرائسي أد حتى مقليسا هل كان مركو مريو إن مركا أحاديث سي النبي صلى الله عليه وسلم ويكسو قانتهي ولماذا قال خود مركا حديث ويكلا رجحي أنا وحي لينا حديث إمام مسلم وورينا إياه مركا علم الطبي قناة يسوافقان يسأل هو قادبا أين رجحينا حديث كلا وين كلا رجحينا وكاسحوا بضل الله قادنا يا بي لذين ولماذا قال خودنا وحي لايهين ما يتقدير كان يجان قوينتن أيا مرحلة مريسا midwaa mid awliyo oo xilliga nutfada ee 24ka mashari 4tanka ayaa markaas taqdiirka iyo jaangooyntaas iyo maragaas lagu sameeyay wax muuqanaya ma aha xataa dhakhaatiirtu waxa ku leeyahay xilliga haduu soo dhaco isagoo aad ku arkayse mikroskoobka markuu ku jiray halkan hadana markuu soo dhaco wax ka muuqanaya ma jiro laakiin xilliga uu muuqanayo marka waa taqdiir awliye kalabaadna waxa weeye waa taqdiir labaado dewa marka abuurkiisi ee nabdi lagu afufay marka boqoriyo la tirka u gaaray ayay marka tan noqolaysay wax is khilaafsan ma jiree waa labada dowr oo yani kala midka uu weeyay kala gaarka marka malaga loo dirayana waxa weeye waxa loogu diraya mulaasaba iyo raacayo iyo inuu ilaaliyo la socdo xaaladda nutfadaasi laga bilaabo afartanka ilaa 420 gaaray saabu la soconaya halka hadana de waxa ka bilaabmaysa malaaqa kale loo diray isaguna ruuxda afufayo de waxa weeye malaa'ikta ilaahay u diray kala wada duwan mid waliba marka shaqada gaarka uu qabanayo kitabada iyo nafqiga ayama horeynaya imiga xadiid galaynu hayno waxa horeysa fayunfugu fihi ruux wayumaru nafqu ruuxa horeynaya qoraal qorowu dambaynaya axaadiid gale ayaa jirta oo ayana tilmaamaysa inay kitaabadu horeynayso ruuxda afuufkeeduna ay dambaynaysaa marka axaadiid gale la tusinayaan marka culimada qaar mid bay xoojiyeen qaar waxay yiraahdeen marka waxa dhici karta sidan ay uga waramayaan markaas inay tartiib ikhbaar u tahay marka
إن أنا مركز سيدي وحد عين أنا أهين إن كتاب هذا وح ينس ويدين لي هل كان لجو قرية أي ينس ويدين لي قال وح إليهن هل كان لجو قرية المهن هل كان فود هل كان لبدا إن دود حدودا أي لجو قرية وحديث باي سقو تنوامي أبو علي بزاري بن حبان يورينا يا إلهي مركا وداء أبو رأي بن آدمي ملك الأرحام وحرية أي ربي ما اللبا ما ددك با إلهي مركي سيوشيك يا ربي ومشيك يا مسوى سعيد فيقضي الله ولي أمر إلهي بارك مركا وحكمنا يا ثم يكتب بين عينيه ما هو لاقن وحو لك كل من هايونا هلكا أي مركا لوقو قريا وحكا لوجرا دمت المام يسا حديث كروت المام يسا إنا ملايطة للصحف يحاشيكو قرانا يا أي إسيقو نجرا مركا وحي لايهين لبضوا وادعي كرتايو هل كان نوال لوقو قريا ملايك ترى مركا الصحف دا أي مركا أسكو قرانا يا مركا حديث أنا خلق الإنسان بين الطب والقرآن أولي دكتور محمد علي البار هي مركا ويا يا لوقو نوان قرار انتا وحكا لو حديث قا إنو كقادنا إنا إنا يدا إيو إلال انتا إيا الدوردة إلى هاي بن آدم يقول ليها يا بركي سلا هل كا أفرد كا أم الله بيا أفرد كا مرشلي أفرد كا مركو قارو أيام ملايك إلى هاي ودر أيام كو إلى لسوح واش صلى الله سعطا هل كا مركو هل كا صدا فإلا حدنا دي عندو عروش كتير أيضنا دي هو ملايك تحساك قور هيسا و إلى هاي وحل ساري الدنيا دا مركو صبحو أيضاً دي ملايك بالله حين ساري وهو هو يكوي دي إلارين أي حفظة داهيد إلا ملايك بينا إلارين أيسا وهو ينكي مركا ينسيحاني حرق يلي كسقوني ملايك بينا اللي سيقار با إيا وحينا لسعودة مركا أينو ديمانو تيمو حين يقول يسيبا إينا لسعودة ملايكتي إيا كتوا داهيد مركا ديمانو أيضاً ملايك أي اللي نو حين ساريو أيضاً دي أرهمهين لو حين ساري marka waa inuu yahay sidoo binaadmiga iyo khalqigiisa abuurkiisa uu ilaalinayo ayay toosireysa waxa kale oo xadiidiga inuu ka qaadanayna deeymaanka in la rumeyo iyo ilaahay wax walba inuu hore u sii qoray oo u sii ogaa waxa kale oo xadiidiga ka qaadanayna in al-a'mal bil khawatim a'mashu inayhi khatubada ilibta qofka saa wuxuu ku dambeyn doonaa ilaahay umbaa قف بني آدم يا إنه وعين أرنا إنه وأهل الجنة أما وأهل النار متشروا إلا قف إلهي أمرك عديا كل شيء جاء أهل النار ما أهل الجنة أما رسولك سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كل شيء جاء مويان إذا يوم عدو إذا أنت يعمل ولا يسقى رنا إنه أرك سوى أهل الجنة وسوى فقسنا أهل الجنة إنه متشروا قف إنه سوى فقنا أرك سوى أهل النار نمتشروا وحبي إنه كبوجين عدي إلى هاي وامر رسول كسر أو شيء الجنة يهين أيوم ينقرنا أم أهل النار لكن وحي ينقرنا عامهان دي قفقي مؤمنة هاي إيمان كل انتا أهل الجنة إنو يهي قفقي قال لما كل انتا أهل النار إنو يهي وعمومهان تاوين الرويساني لكن علي يفارح كيبا أهل الجنة كيبا أهل النار إنه موغين وقفين النار وما قمر كعين ونا نقفق سوا أهل النار أما نرى نقفق سوا أهل الجنة مجرو وحكى راح حديث قال إنه كقادنا هنا إن قفقو وكجر بين الخوف والرجاء عبسي رجاء إنه كجرو وقفقي عمل ونكسن سمايا مركز سين وعلم حما كبغضو قفقي حمان سمايانا مرنا ما آنو قوصنو إلهي الحديث ديسا آنو كقوصنن وايو ددك نيو ونكسنا وهو يجب عمل كونات السي أيها حضنا يعني آني آمنهين والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وأكو مركز بحنا يلاي من يوحي لي ما دين أيده قلوب توضع بصر يسوع عيشة أيها لو يدي وحي لما كوا خمر يعب يا وحدا يا ميا كوا رسول الله وحول مايا وأكو سومي إيتو كري إيصاد قضي سريا إيه حدرك عب سريا إنا لغا أقبلين إنا نعمل كودا لغا أقبلين
صحابة رسول رضوان الله عليه أجمعين وحي كعب سنجر أن من تضيق ولاك سمي صحابة رسولك حدنا سول خاتمة وكعب سنجرين ابن أبي مليكة أي وعيلي أدركت 30 يعني من الصحابة صد صحابة رسولك أبان سوغاري وحدنا مدولي بي يخاف النفاق على نفسه مدولي بي نبديس ومرافق نماء وقعب صريو mid oranayay iimaanka jibriil iyo mikaayil ayaan ku suganahay ma jirin marka waa inuu qofgu bayna khawfi wal rajaa waa inuu marka ku jira waana inuu markuu sa dhimanayo waxa la weyn rajaa qalibta ilaahay inuu janeeyo ana inda dhanni abdi bi marka weyn ilaahay inuu ku janeeyo xilliga quus la ibanin qofgi deeshaq loo qoreyna ilaahay waa qofgi saciid loo qoreyna ilaahay baa waxana loo baahan yahay wixii qayba inaynu ayagana ee nabigu inoo sheegay ama rasuulkiisu inoo sheegay inaynu rumaynaa iyaduna waa laga marmaan deriskii halka inoogu joogo wallahu aalam.